ثرى نقطة السادسة التعريف بالمصنف أي بالمتن أي بالكتاب الكتاب أجي نشرح إن شاء الله تعالى إذا زوالا دين غيث مثلا هذا الكتاب هو من أهم كتب أصول الفقه يعني ذي تكتفين كود جان العلماء سعدان تندق غرذال سفغان خمسة تكتفين الهانت عدان ذي الميزان ذوق غرذال سفغان خمسة تكتفين تم قرانين إجلهان إجنفعنا طاس ذي العلم قيم يقارن علم أصول الفقه خمسة فمزوارو في اسميس الورقات الورقة تجي لإمام الحرمين الجويني الورقات كتاب جليل سفر جميل في علم أصول الفقه الإسلامي اسميس الورقات إلى كتاب وايض اسميس وسين مختصر ابن الحاجب مختصر ابن الحاجب إلى اسميس منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام البيضاوي وكي وسلاثة وسربعة اسميس منار الأنوار للإمام النسفي منار الأنوار إلى وسخمسة اسميس جمع الجوامع لتاج الدين السبكي صافي ذي تكتفين كود جامع علماء إفرار انتد خمسة تيقوم السلام ذي خمسة يجي في فرارد تكتب ثقار مغر جوع جمع الجوامع إذ ما ديري وديون أيغر أيغر تكتب ثقي في فرارد ذاك الخمسة ثغال في فرارد ذي خمسة يعني أهم كتاب في علم الأصول ذوام أهم الكتب جمع الجوامع الجواب أخطر الساعة الكتابة مزايا في الساعة أربع مزايا تشم قراني المزية تمزواروث أنه يمتاز بالاختصار الدقيق غير المخل خطر اليوم يقارن الاختصار المخل يونا ذي السامبليفي ذي الرزيمي الما ولا شو دي قران أكين يونا رزيمي موضوع عن الكتاب كتاب مثلا 200 صفحة ويصير زين بضارة يقول صفحة يقول صفحة مثلا وإذا غدا الاختزال الاختصار الاختصار كيف مثلا سمحتي يسعى يسعى أدوات إلى قدمي المسائل المهمة المفاصل المهمة أليس كذلك ما شلط فيه الصفحة الأولى الصفحة الثانية الصفحة الثانية قالوا ثم بعد ذلك أكين سجل الخلاصة وقدر الرزيمي الرزيمي باش تدينه يساعد التكنيك يساعد في النيات لذلك إلا لنت المختصرات المخلة أتصفض يختصر ثلمي ولا شو ديو قرانديس ولنت بعض الكتب في أصول الفقه مختصرة جدا إلى درجة الإخلال بالمعاني الكتابة جمع الجوامع اختصار دقيق هذه من مزاياه ولكن ليس اختصارا مخلا أي حافظ على المفاصل الكبرى في علم الأصول لأن قلت لكم قبل حين الكتاب السفغيثيد من ضمن 100 كتاب 600 كتاب إفكاية غد لا كريم إفكاية غد خلاصة مهمة في هذا المتن المتن جمع الجوامع المزية الثانية الوضوح والبعد عن الحشو والتعقيد إذا ما تغلط كتاب أتفضي الغموض وتفهم ضارة فيه مصطلحات وألفاظ وصياغة وأسلوب معقد المتفهم ضارة أليس كذلك؟ إذن المزية الثانية لجمع الجوامع الوضوح والبعد عن الحشو والتعقيد فهو متن واضح كما ستعلمون إن شاء الله في مستقبل الأيام في المجالس القادمة الميزة الثالثة الخاصية الثالثة البعد عن الخلاف
والجدل المنطقي. خطر لا العلاقة غير علم الأصول أكذ علم المنطق. خطر علم الأصول تفضي لوجيك ديكس العجبة تفضي ديكس المنطق. المناطق سعى قواعد، وعلم الأصول أصوليون سعى قواعد. لنت بعض كتب الأصول شمنت ذي الخلاف والجدل المنطقي لدرجة أنه الإنسان يتعب ذي عتسج مليح باش يفهم. لذلك كتاب جمع الجوامع خاطئ ورسالة الميزاي لن ويلسعنت. ولو كان من الكتب اللي ذكرناها الآن اللي ذكرتها بك ربعة لمنح خمسة أربعة عني دلنا كني سعان بعض الخصائص يعني يجعل فيها غموض فيها تعقيد فيها حشو فيها كذا. ولكن الكتاب اللي جمع الجوامع ابتعد عن الخلاف والجدل المنطقي. يسعى الميزة في صربعة أنه اشتمل على معظم مسائل علم الأصول وستلاحظون ذلك إن شاء الله في المجالس القادمة. معناه معظم التمثال يشد العلم الأصول لانت في كتاب ثقي جمع الجوامع.